أستطيع أن أغادر الآن وأنا مطمئن عليك. لا أعرف كيف أشكرك يا سيدي. في الحقيقة لم يخطر لي أنني سأشكر مسلما على معروف صنعه لي. لا تشكرني، اشكري الله ربي وربك. ربي وربك. اعتني بنفسك ولا ترني وجهك في حرب ربما أكون فيها، فإني أكره أن أقتل نفسا أحييتها من قبل بإذن الله. سيد الطبيب. صفي الدين، هذا هو اسمي. هل لي أن أناديك بهذا الاسم؟ لهذا أبي سماني به. إن شئت رؤيتك، أين أجدك؟ في نابلس. لا والله، بل أخرج بنفسي على رأس الجيش وأقيم بحوران حتى يأمن الفلاحون والعربان وتصل قوافل الغلال إلى دمشق. إنما يريدون تجويع دمشق، ولكن خاب فعلهم. حاكم دمشق منقطع في حوران مع جيشه، فلن يكون باستطاعته أن ينجد حلب الآن، لذا يجب ألا نضيع الوقت. حلب؟ لا 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 لا، ولكن أطرافها وأعمالها. يجب أن نثبت لهم ولنا أننا ما زلنا قادرين على إيقاع الأذى بهم، وأن ما لا تحققه الحروب الكبيرة يمكن أن تحققه حروب صغيرة وراءها عقول مدبرة. لم يأخذ الحمقى بنصحي. الآن أثبت لهم أنني وحدي قادر على خير مما صنعوا مجتمعين. الآن؟ إن شاء الله. لم يخيب أبوك ظني به مرة أخرى. وصل من طرفه 1000 فارس مع الأمير مؤيد الدين. لن يخيب ظنك أحد من آل أنر. استعيني بالدعاء والصدقات، لعل الله يظفرنا بصاحب أنطاكيا، فهو أشدهم دهاء وحيلة. سأفعل. أستودعك الله الذي لا تخيب عنده الودائع. عد سالما غانما. نريح الليلة فقط، ثم نستأنف المسيرة في الغد صباحا إلى حصن إنك. ولولا حاجة الجيش لما لبثت في مكان واحد غير ساعات.
عجب يليك أقصى المنى الزنطاريا وهي شديدة. هل يمكن أن سأرتب له دواء على كل حال وننتظر. لا بأس عليك يا سيدي، من الله علينا بالنصر وقتل أمير أنطاكيا وكذلك سيد مرعش، كان نصرا عظيما وقسم لنا نور الدين من الأسلاب والغنائم. الحمد لله، الحمد لله. أظهر الصبر يا خاتون، أظهر الصبر، فلله ما أخذ ولله ما أعطى، كل شيء عنده بمقدار، فاصبري واحتسبي، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقه لمحزون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه لراجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد أفضى إلى ربه على خاتمة حسنة، وإني لأرجو أن يهتدي القوم في دمشق إلى خير من يخلفه، فيقيموا على الطريقة التي سلكناها ولا ينقضوا العهد الذي مضينا عليه. حقاً الأعمال بخواتيمها، ومن فضل الله تعالى على معين الدين أنر أنه لم يمت حتى محى آثار حلفه القديم مع الفرنجة بما صح بعد ذلك من جهاده وبلائه. وتلك والله شهادة لنور الدين وسياسته، فلو استعمل معه طريقة أبيه زنكي لظل الرجل على حاله ولأخذته العزة بالإثم، ولكن القائد العظيم هو الذي يستخرج من رجاله أفضل ما فيهم، فلا يعين الشيطان عليهم بل يعينهم على مغالبة الشيطان، وهذه سياسة تحتاج إلى قدر من العزيمة أكثر مما تحتاج إلى سياسة البطش والترهيب. نعم، ولكن يبقى هناك من الرجال من فسدت نفوسهم
حتى لم يعد ينفع معها رفق ولا ملاينة. قد أعمتهم أطماعهم حتى ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا تساس الدنيا والرجال على قاعدة واحدة أيها القاضي الفاضل، وكما قيل لكل مقام مقال. أخيرا تذكرتم أن لدمشق أميرا من آل بوري، وأن معين الدين أنر غفر الله له كان أتابكا لي وزيرا لي أنا مجير الدين أبق آل بوري، ولكن لعل أهل دمشق أنفسهم قد نسوا اسمي. لم ينقطع لكم الدعاء على المنابر يا سيدي، وقد أفضى معين الدين إلى ربه. والآن لابد أنكم اخترتم من بينكم أتابكا مكانه، وتريدون أن أحرر مرسوما بذلك عليه ختمي. فإذا أخذتم ما تشاءون وخرجتم من عندي، نسي الأتابك الجديد أنه أتابك أنا، وصار الأتابك وحسب. بل تداولنا الأمر فيما بيننا يا سيدي. ها، تداولتم الأمر وقررتم وبقي ختمي، أليس هذا ما كنت أقوله؟ بل تداولنا يا سيدي لنعيد الأمر إلى نصابه ولا نختلف فيما بيننا، فقد اجتمعت الكلمة عليك يا سيدي، أنت أميرنا على الحقيقة والفعل، ونحن خدمك ورجال دولتك. تختار منا من تشاء أتابكا لك، ونتعاهد أمامك ألا ينفرد دونك بالسلطان. إذن اعلموا أنني لن أضع ختمي ولو اجتمعتم علي بالسيف الآن، حتى تحلفوا لي على كتاب الله بالانصياع لأمر أمير له السلطان لا تنازعونني إياه، وأنا الأتابك الجديد لن ينفرد بشؤون الدولة دوني. لك ذلك يا سيدي. كأن في نفسك شيئا يا أبتي. ليس بيني وبين الأمير مجير الدين ولا بيني وبين الأتابك الجديد مؤيد الدين الرئيس أي خصومة. لم أرك في خصومة مع أحد يا أبتي، ولا أدري كيف تستطيع أن تفعل ذلك وأنت في عمل السياسة والحرب. عملت في خدمة الملك عماد الدين أتابك حين كان عدوا لمعين الدين أنر، فلما مات عماد الدين دخلت في خدمة معين الدين بالرضا من دمشق وحلب، وكنت من وسائط الوئام بينهما. ذلك لأن نور الدين يطلب الوئام، ومعين الدين كان رجلا حكيما، وقد أعانه نور الدين على طلب الحق فثاب إليه وحسنت خاتمته. لكني الآن لست متأكدا من سياسة مجير الدين أبق ومؤيد الدين الرئيس، فليس لأي منهما قوة معين الدين أنا رحمه الله ولا حكمته، وليس بينهما وبين نور الدين زنكي من الصلة ما وقع لمعين الدين أنر. فإذا وقع الخلف مع نور الدين صرت في موقف حرج، فأنت أمير الجيش الدمشقي من جهة، ولآل زنكي عليك حق الوفاء من جهة أخرى، وهناك عمي أسد الدين أمير العساكر الحلبية. إذا وقع الخلف لا قدر الله، فأهون الشرور ما يصيبني من الحرج، لكني أخشى على الأمة أن ننقض ما غزلناه بأيدينا بعد جهد جهيد. إلى أين؟ أما علمت؟ ريموند أمير أنطاكية قتل، هزيمة أخرى منكرة. لا يبدو على وجهك الأسف. الأسف للنساء يا صاحبي، أما الفرسان فلا يلتفتون إلى الوراء. رينو لا تقل لي إنك خارج كي تثأر للدم الأمير ريموند. أين نذور الفرسان يا صاحبي؟ إغاثة السيدة الملهوفة، وخاصة إذا كانت أرملة أمير ترك لها إمارة كبيرة ولم يبلغ ابنه الأكبر 5 من عمره، وهي بعد في ريعان شبابها. ألا تحتاج هذه إلى رجل يعينها ويحمل عنها هموم الإمارة ويكون وصيا على ولدها؟ إمارة بلا أمير وفارس يبحث عن إمارة، ألا يحتاج أحدنا إلى الآخر إذن؟ وداعا الآن، والتحق بي حين تكون قادرا على السفر الطويل. أحر التعازي يا سيدتي. لن يكف جوسلين اللعين حتى ينتهي إلى مصير أمير أنطاكية الذي كان أقوى منه. لا ينبغي أن يستمر هذا، ولكن
علينا أن ننتدب مجموعة من الفرسان الخفاف يجوبون بين القرى ويترصدونه حتى يظفروا به. يجب أن نخلص القرى من شروره وإلى الأبد. أحب أن تعلمي يا سيدتي أنني أضع سيفي وعقلي وقلبي في خدمتك كما ينبغي لفارس قدم نذوره أمام القربان المقدس. ظننت أنك عدت مع الملك لويس. إنني شديد الإيمان يا سيدتي بأن لكل رجل مصيره وقدره، وإنني لا أشعر في أعماق روحي أن قدري هنا على هذه الأرض. ستبقى تلك الصورة على شاطئ البحر محفورة في ذاكرتي إلى الأبد. كنت أنظر إلى سمو الأمير الراحل وإليك وكأن هاتفا خفيا يناديني: ها قد بلغت مراسيك يا رينو دي شاتيون، هنا المبتدأ وهنا المنتهى. وأنا الآن أمامك يا سيدتي أمتثل لذلك النداء، وأشعر بصدق أن نجمتي التي قضيت العمر ألاحقها تطل علي الآن من سماء أنطاكيا. إذا كنت تحسن القتال كما تحسن الكلام. صدقيني يا سيدتي إنني لا أحسن الكلام، أحسن القتال نعم وإدارة الحرب والسياسة، فهذا ما تدربت عليه جيدا. أما الكلام فهو ليس صنعتي إلا أن ينبعث من مكان ما في أعماق روحي فيستجيب له لساني. لا أعرف كيف أشكركما، إن زيارتكما لي في هذه المحنة تخفف عني كثيرا. ولكننا لا نستطيع الإقامة معك إلى الأبد. أعلم. إذا تعلمين أنه يجب ترتيب شؤون الإمارة في أقرب وقت، أعني بصفة ملك القدس وأقرب الناس دما إليك، فإن الواجب يفرض علي أن أختار لك وصيا على الإمارة. ولدك الأكبر بوهيموند صغير، والقانون الذي نعمل به لا يسمح لامرأة أن تباشر الحكم وحدها إلا أن يكون معها رجل يكون وصيا على الوريث حتى يصل إلى السن التي يحددها القانون لتتويجه. كما تعلمين هذا هو حالي أيضا مع والدتي صاحبة الجلالة. إننا نتقاسم الحكم حتى أبلغ سن 22، أليس كذلك يا صاحبة الجلالة؟ هل تفهمين ما أعني؟ ولكن البطريرك إيمري. البطريرك إيمري يدير الآن شؤون الإمارة ولكنه ليس وصيا. الوصي الذي أعني يجب أن يكون زوجا. أليس الوقت مبكرا على هذا الكلام يا صاحب الجلالة؟ نحن الملوك والأمراء لا نملك طرف إطالة فترة الحزن والحداد. الواجب يلزمنا وكذلك القانون. هذه أمي مثلا، حين مات أبي بكت كما لم تبكي زوجة زوجها، ولكنها تحاملت على نفسها وعلى حزنها وأساها وتولت إدارة المملكة باسمها واسمي، وأنا بعد في 13 من عمري. ولكني لم أحتج إلى زوج وصي، ألا تذكر لماذا؟ قل لماذا تصمت يا صاحب الجلالة؟ لأني وريثة الملك قبل أن أتزوج أباك، أي إن أباك تقبل الرب روحه صار ملكا بزواجه مني، فلما استدعاه الرب بقيت الأمور على أصلها، أليس كذلك؟ على كل حال أنت الآن تدركين الموقف جيدا، لن نتعجل عليك كثيرا، ولكن ينبغي أيضا ألا نؤجل الأمور طويلا. العرف المتبع هو أن أرشح لك أزواجا مناسبين تختارين أحدهم. سأفكر بالأمر على روية.
لم أكن أعرف أن بين بنات العرب من لها مثل هذا الجمال. أخذ قومك إمارتي، فلا بأس إن رددت جزءا طائلا من ثمنها. لا جدوى من المقاومة والصراخ، فلن يسمعك ربك ولن يسمعك نور الدين الزنكي. القمص جوسلين أخيراً، ما ظنك بنفسك الآن؟ ظني بقدر الفرسان أيها الأمير، قدري وقدرك، نعيش بالسيف ونموت به. بل هذا قدر المرتزقة، ولولا أمثالك في هذه الدنيا لكان حقاً لنا وعلينا أن نحيا ونحيي النفوس وننشغل بأعمار الأرض وفرق بين سيف يعتدي وسيف يرد العدوان. لا، لسنا سواء أيها القمص الشقي. لماذا لم تقنع من الرهاب النجاة بنفسك؟ يقاتل الفارس دون ما يملك، فإما النصر وإما القبر. ولكنكم لا تملكون شيئا في هذه الديار. حق لنا أخذ بالسيف واسترجعناه بالسيف. متى تقتنعون أنه ليس لكم مقام في هذه البلاد، طال الزمان أم قصر؟ لا أعرف لي بلادا غيرها. تقول إما النصر وإما القبر، فأما النصر فلم تدركه، وأما القبر فهذا كل ما ستفوز به، على أننا لا نمنحك إياه بشرف السيف، فنحن لا نقتل الأسير. إذن الفداء. وبما تفتدي نفسك؟ بإمارة عادت إلى أصحابها، أم بأرض هنا وحصن هناك ما نلبث أن نأخذها بعون الله؟ وأي مال يعوضنا عن الفلاحين الآمنين الذين قتلتهم ونساء اللواتي سبيتهن؟ هل كان هذا أيضا شرف الفرسان؟ وهب أني قبلت منك الفداء، فهل تقسم لي على ما تؤمن به بأن تعود بأهلك إلى أرض آبائك وأجدادك؟ لا، ولو قلت نعم لكذبناك بعد الذي خبرنا منك. إذن تقيم عندنا في الأسر إلى أن يأتيك أمر الله ويحين موعد قبرك.
وليس سوى جار الدماء له طهر. وما هي حتى تواترت الأنباء بعودة الفرنجة إلى الإفساد في الأعمال الحورانية بالنهب والسلب والقتل والسبي، وكان خبز الشام منها. فشحت الأقوات وضاقت الحال على الناس، ولم ينهض أمير دمشق مجير الدين ووزيره مؤيد الدين إلى حفظ البلاد، فعزم نور الدين على قصدهم ونزل في الموضع المعروف بمنازل العساكر في أرض داريا من جهة دمشق. إني ما قصدت بنزولي هذا المنزل طلباً لمحاربتكم، وإنما أعاني كثرة شكاية المسلمين من أهل حوران بأن الفلاحين قد أخذت أموالهم وسبيت نساؤهم وأولادهم من الفرنجة، وعدم الناصر لهم، ولا يسعني مع ما أعطاني الله تعالى وله الحمد من الاقتدار أن أقعد عنهم. مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالكم الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالفرنجة على محاربتي، وبذلتم لهم أموال الضعفاء والمساكين من الرعية، وهذا ما لا يرضي الله تعالى ولا أحدا من المسلمين، ولا بد من المعونة بألف فارس تجرد مع من يوثق بشجاعته من المقدمين لتخليص ثغر عسقلان وغزة. يتهمنا بالعجز ويطلب المعونة لحفظ أعمالنا من الفرنجة، ما هذا المنطق؟ لا والله ما غايته إلا غاية أبيه من قبل أن يملك دمشق، لأن أباه كان يظهر وهذا يبطن. أما الفرنجة فلم يعد لهم مطمع في دمشق، فقد علموا كما نعلم أنهم إن طلبوها لم يبق رجل من أهل الشام إلا قام لقتالهم. أما إذا طلبها نور الدين فله حجة بين المسلمين، ولذلك فالخطر منه أولى بالتدارك. اكتبوا له. ليس بيننا وبينك إلا السيف، وسيوافينا من الفرنجة ما يعيننا على دفعك إن قصدتنا ونزلت علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، ما أسرع ما فسدت قلوبهم. لقد أقاموا الحجة على أنفسهم أمام الله وأمام المسلمين. ولا أرى يا سيدي إلا أن تقصد دمشق وتأخذها قبل أن تصلهم نجدة الفرنجة. لا نفعل، قد عاهدت الله وعاهدت نفسي ألا أسفك دما مسلما، ولا أطلب الوحدة بالسيف. هذه سياستي منذ أول أمري. ولكنك يا سيدي لم تطلب الوحدة بالسيف، بل هم الذين طلبوا الفرقة بالسيف. وبأي سيف؟ بسيف الفرنجة. فإذا قاتلناهم اليوم عن دمشق فإنما نقاتل الفرنجة فيهم ونصون أهلها في حوران، ثم يكون في وسعنا أن نخلص غزة وننجد عسقلان. فإذا ملكوا عسقلان طمعوا بمصر نفسها. هذه هي غايتهم من عسقلان، أن يقطعوا ما بين مصر والشام أولا فلا تصل القوافل بينهما، ثم يقصدوا مصر، فإن لم يأخذوها فرضوا عليها الطاعة والإتاوة. ومصر يا سيدي مستودع الرجال والمال، فإذا فعلوا ذلك استقووا على الشام. فهل نتحرج بعد ذلك يا سيدي من قصد دمشق؟ كما قلت، لا أسفك دما مسلما. دمشق أمانة في عنقك أيها الأمير، وعسقلان وحوران. يا نور الدين يا محمود، قد علمت ما يفعل الفرنجة في حوران وما يعدون لعسقلان، وقد جاع الناس في دمشق لانقطاع الغلال من حوران، وهؤلاء الأمراء في دمشق قد ظهر عجزهم ونجم نفاقهم، ثم زادوا على ذلك فعاهدوا الفرنجة على التناصر والإنجاد. وقد بلغنا أنهم أذنوا لأعداء من الفرنجة أن يدخلوا دمشق مستأنسين فيجولوا في أسواقها كما يشاءون،
فوالله ما خرجنا بالأمس لنقاتل الفرنجة عن دمشق حتى رددناهم خاسرين، لنراهم اليوم يأخذون من أمرائنا بالسلم والموادعة ما عجزوا عنه بالسيف. وقد شاع بين الناس عدلك، وعرفنا سجاياك يا نور الدين، وشهدنا عزمك في قتال الفرنجة، فعقدنا أملنا عليك. ولقد اتفقت النية على بيعتك، فجئنا إليك من دمشق وأعمالها، فانظر ماذا ترى. نور الدين يا منصور، نور الدين يا منصور، نور الدين يا منصور. قلتم فكفيتم ووفيتم، ولكننا قد عاهدنا الله ألا نسل سيفا إلا بحقه، وإذا نحن أخذنا دمشق الآن بعد قتال، بقيت بعض النفوس ثائرة تتربص بنا، وربما سعت بين الناس تقول إنما أراد محمود الملك لنفسه، وقد علم الله أننا قد زهدنا فيه. ولما نستوفي السبل بعد مع أمراء دمشق، ولكن نعاودهم بالكلمة الحسنة وندعوهم بالتي هي أحسن، لعلهم يثوبون إلى رشدهم ويرجعون إلى الحق، فإذا استنفدنا الطرق معهم رجعنا النظر في الأمر، ولم نفعل شيئا إلا يرضي أهل دمشق. أما ما تجدون من ضيق المعيشة فلا والله لا نشبع وبينكم جوعا، إنما نقسم ما تفضل به الله تعالى بيننا وبينكم، فانتدب منكم جماعة من أهل الرأي يحملون المال لذوي الحاجة، ومن كانت له حاجة أخرى فأنا وليه لا يحجبه عني أحد. اذهبوا بارك الله فيكم جميعا. نور الدين يا منصور، نور الدين يا منصور. قد علمت يا نجم الدين أن عددا من أوباش دمشق ومفسديها ومدعيها قد خرجوا للقاء نور الدين يحرضون علينا ويطلبون المعونة، وأريد منك أن تحقق في الأمر وأن تقبض على رؤوس الفتنة وتودعهم السجن. لو أذن الأمير فإني أدله على خير من هذا. وما ذاك؟ نتدارك الشرر قبل أن يصير حريقا، فإن إذا ألقينا القبض على رؤوس القوم ثارت العامة ونجحت الفتنة، وإذا كانوا اليوم قد خرجوا إلى نور الدين للشكوى فقد يخرجون علينا غدا بأكثر من هذا، وقد علمت أن نور الدين قد ردهم بالحسنى وأبى أن يقصد دمشق. ادعاء، تظاهر وخوف. لا شك أنه قد علم بخروج الملك بلدوين لنصرتنا فآثر السلامة. فلتكن تلك سياسة منه، ولكنها سياسة ألفت قلوب الناس من حوله، فهل من السياسة أن نقوم بعمل يزيد الناس حبا له ويزيدهم نفورا من أمرائهم؟ فماذا ترى إذن؟ لقد تعاهدنا مع الفرنجة ولا رجعة لنا عن ذلك. فلا أقل من أن توازنوا ذلك بموادعة نور الدين ومسايسته كي لا تكون له حجة عليكم بين الناس، فإذا ما قصد دمشق وأنتم على ذلك أنكروه. قد حدث ما كنا نخشاه. لا جدوى من هؤلاء القوم، فقد فسدت نفوسهم، وقد نجحت هذه المرة في الخروج من الحرج، لكن ماذا عن الأيام المقبلة؟ فماذا ترى؟ والله لا أرفع سيفي على نور الدين ولو كان في هذا هلاكي، وما ذاك لأن والده ولي نعمتنا ولا لأن عمك قائد جيشه فحسب، ولكني لا أخون عهد الله أولا وآخرا. ولكن ماذا لو وقع ما تخشى وأنت قائد الجيش هنا؟ نور الدين لا يريدها بالسيف، والناس يريدونه، وأنا قائد الجيش أريده معهم، إلا أن هناك قادة آخرين يوافقون مجير الدين ومؤيد الدين، فإذا عرفنا كيف نخرج هؤلاء من بيننا بالتدبير لم يبق بين نور الدين ودمشق سيف يعترضه. إذا كنتم تطلبون القمح فقد نفد من عندي، لعن الله الفرنجة، ربما بقي عندي كيس من الشعير. إذا نفد القمح من عندك، وذلك المخزن في حي الريحان وهو لك؟
وما دلكم عليه؟ كم فيه من أكياس القمح؟ 100 كيس، 100 وكيسان، نسيت العد. دخلتم مخزني؟ نهبتم قمحي؟ إذن فهو قمحك الذي نفد، وقد ظننت أن أحدهم قد غافلك ووضع القمح في مخزنك لكي يسود وجهك أمام الخلق. صوّد الله وجهك، تخفي القمح حين عز على الناس لتزيد ثمنه، وتبيعه للقادر من وراء الناس بالضعفين. ما الفرق بينك وبين الفرنجة إذن؟ اتركني، والله لا أصيحن للشرطة، نهبتم قمحي. عدنا إلى نداء الشرطة، هيا نادي الشرطة، قل لهم إنك أخفيت القمح عن الناس وهم في أمس الحاجة إليه. لماذا لا تفعل؟ أنا أفعل عنك. أين الشرطة؟ هل من شرطيا في هذا المكان؟ لا تضحكني بين الناس، أشك بالله، خذ ما تشاء وامضي. تخشى الفضيحة ولا تخشى الله أيها المنافق الجشع؟ هذا هو قمحك؟ لا عليك، لا عليك، تركنا لك 50 كيسا لتخرجها بنفسك وتبيعها بحقها لمن يطلب، وإن لم تفعل صارت كهذه صدقة للفقراء والمحتاجين. أفهمت؟ يا قوم، أخوكم أبو العباس بارك الله به قد وصله قمح من حوران، فأخرجه صدقة عن روح والديه للفقراء والمساكين. ولكن والدي لم يموتا. صدقة لوجه الله تعالى، وهو لا يريد منكم لا جزاء ولا شكورا، ولكن لا بأس بالدعاء أن يصلحه الله. اللهم آمين. نظام، نظام، كل سيأخذ كيله. أنا سعيدة بزيارتك في هذا الوقت. لم آتي من أجلك ولكن من أجلي. ألا تتوقف الخلافات بينكما؟ لم أعد أطيق غيرته وشكوك. غيرته ليست دون أسباب وجيهة كما أقدر. لماذا يحق له ما لا يحق لي؟ أنت امرأة وهو رجل، ومن قضى بذلك؟ انظري إلى الطيور والحيوان، ديك واحد وعدد من الدجاجات. ولكن الديك العتيد لا يعرف ما تفعل الدجاجات إذا توفر لهن ديك آخر. حقا إنك لجريئة. ترجم لي أحدهم شعرا من أشعار العرب يقول بعضها: يفوز الجريء باللذات. سيد رينو، ينبغي للأميرة وضيفتها ألا يخرجا من دون حرس. ألا تخشيان أن يرصد لكما بعض التركمانية؟ ومن الفارس الملقي؟ رينو دي شاتيون، خادمك يا سيدتي. أرنب، هذا ديك لا تلام عليه الدجاجات. هذا الديك ليس متاحا للدجاج الزائر. أها. ليس الأمر كما تظنون. كيف هو إذن؟ إن كنت في غنى عنه فيمكن أن نفيد منه في طرابلس. قلت لك إنك شديدة الجرأة، أعان الله زوجك عليك. على كل حال، ما دمت خبيرة بالديوك فيمكن أن تساعدين على اختيار واحد من الديوك التي رشحها لي الملك بالدوين. زوج؟ غدا يبدأون بالوصول واحدا بعد الآخر، ثلاثة، أختار واحدا منهم بعد المعاينة. والإمبراطور عمانوئيل يسابق بالدوين إلى تزويجي. صهره السابق يوحنا روجر في طريقه الآن إلى أنطاكيا. كما تعلمين ترمل عن أختي الإمبراطور، وعمانوئيل يريد أن يؤيد تبعية أنطاكيا لتاج بيزنطة. انقلب الحال إذن، ديوك كثيرة ودجاجة واحدة. ولكن علي أن أختار منهم ديكا واحدا. ديكا واحدا للزواج والسياسة، والباقي. ألا تكفين عن هذا؟ إنك تخدشين حيائي. ولكن قولي لي، كيف تتم المعاينة؟ ما أوقعك؟ ألا تظهرين بعض الاحترام لخالتك؟ لا أظن أن خالتي حريصة على ذلك. صدقت، التوقير للعجائز، وأنا بعد أكثر شباباً منك. لمن تمنح صيدك أيها الفارس؟ لمن تطلبه؟ أظن أن الأميرة كونستانس ستفوز به هذه المرة. لم أجد نفسي في مثل هذه الحال من قبل.
ما أوضح الأمور في عيون العامة وما أكثر التباسها عند الساسة. لقد عاهدت نفسي على أن أدخر سيوف المسلمين للجهاد، وهؤلاء أمراء دمشق أدعوهم للتناصر والجهاد فيمتنعون، وأهل حوران يبعثون إلي لحمايتهم، وأهل عسقلان يبعثون بالنذير. إن لم نهب لنجدتهم فقد يستولي عليها الفرنجة ذات يوم، وأنا لا أستطيع نجدتهم إلا من خلال دمشق، فكيف أفي بعهدي من جهة وأنصر إخواني من جهة أخرى؟ كيف؟ أفهم حيرتك يا محمود، فأنت بين دم مسلم ودم مسلم. إذا أحجمت عن دمشق إشفاقا على دماء المسلمين فيها، خشيت أن يكون ذلك تفريطا بدمائهم في حوران وعسقلان. وإن شئت أن تصون دماء المسلمين في حوران وعسقلان، فقد يكون عليك أن تقاتل أمراء دمشق أولا. هذا ما يقوله قادتي، ويلحون علي بأخذ دمشق مهما كلف الأمر. وأهل دمشق أليست قلوبهم معك؟ بلى، ولو طوعتهم لقاتلت أمراءهم. ونجم الدين أيوب هو قائد العسكر في دمشق، وقد كان لآل زنكي صنيعة فيه، وأخوه أسد الدين هو قائد عساكرك، أفلا تكاتبونه؟ ليفعل ماذا؟ لينقلب على أمرائه فينقسم الجيش ويقتل بعضه بعضا؟ وماذا أحقق في ذلك؟ إلا أن الدم الذي تورعت عن سفكه بسيفي أسفكه بسيف غيري. لم أعني هذا،